كابتن عادل، الف مبروك، فوز مهم كنا محتاجينه طبعا علشان العلامه الكامله زي ما قلنا، وعشان تواصل الصداره لوحدك يعني بعيد عن الفرق المنافسه في سباق الدوري. احنا اتفقنا على الثلاث نقاط مهمين جدا، صح، ولكن الانديه اللي محتاجه ان هي تمشي على طول في مكسب لازم اعاده النظر في كل مباراه. النادي الاهلي شوط اولاني جيد جدا، اعلى من الممتاز. شوط تاني لازم اعاده النظر فيه، لازم من ناحيه بدنيه، هل من ناحيه الفنيه، هل في التغييرات، هل في الناحيه الشخصيه في اللاعبين، فيجب اعاده النظر فيها، لان ده مش الشوط الاولاني، مش الشوط الثاني في المباراه دي بس، المباراه اللي قبليها برضو انت بتعمل الشوط الاولاني افضل، الشوط الثاني بتبقى اقل. لا، المباراه 90 دقيقه يجب عليك انك انت تشتغل فيها. احنا مش نادي صغير علشان نفرح بس وما نحسبش اخطائنا. انا كسبان 3 النهارده وبقول لك مبروك، وده مكسب كبير جدا. واللي يسمعني دلوقتي يقول ايه ده، ازاي يتكلم على اني انت كسبان 3 ولسه في نقد؟ في نقد، ان احنا مش قليلين، احنا كبار يعني. الشوط الاولاني انت كنت فيه جيد جدا، الشوط الثاني الشناوي في 2 بنالتي ضاعوا منك، كانوا هيدخلوا معاه، ضاعوا عليك من الاتحاد، كانوا هيدخلوا معاك في المباراه، في اكتر من هجمه الشناوي يعني صدها، انت كسبان 3-0 ونجم الفرقه عندك الشناوي، ده تاني شوط. فعلشان كده انا بقول انا مش هفضل، انا مش فرحان على اني كسبت البطل كده، انك انت عشان تبقى بطل لازم لما تكسب تكسب اكتر حاجه، ولما تخسر تخسر اقل حاجه. فعلشان كده بقول لك يجب ان في اعاده النظر في حتة التكتيكيه البدنيه النفسيه بتاعت اللاعبين. ما اعرفش المدرب اقرب واكتر، لكن انا دايما ببص لها كده، ببص للمباراه وببص لفرقه النادي الاهلي، مش اي نظره. في فرق تتبص لها بنظره وفرقه تانية لا، يعني اي النادي الاهلي تبص له بنظره البطل اللي لما يلعب باداء كويس وبيلعب. وانا كلمتك كابتن ايمن وانت يمكن اتكلمنا في الامر ده بره الهواء، وقلت لك انه في صعوبه على النادي الاهلي دائما. الفرق يا كابتن لما بتيجي تلعب النادي الاهلي غير لما بتلعب اي فرقه تانية، هو كده، ده قدر النادي الاهلي يعني طول عمرها كده. يعني عايز الناس تحسبها كويس يعني. بمعنى ايه؟ بمعنى انا مش بشكك في حد، ما فيش حد عايز يخسر من حد، لكن ده الطبيعي. النادي الاهلي المدرب لو كسبه بيقعد سنه يشتغل، النادي الاهلي الفرقه لو كسبته بتقعد سنه، ما بتقعد 5 6 10 ماتشات ماشيه كويس قوي. اللاعب اللي بيعمل ماتش كويس في النادي الاهلي التسويق بيبقى كويس وبيروح المنتخب، وممكن يروح المنتخب. فدي كل دي حوافز على النادي الاهلي. لا، في انديه اخرى يعني انا بتفرج على فرق بتبقى قدامك قويه، لكن قدام النادي الاهلي مش بتبقى قدام اي نادي اي خصم، لانه في نديه ما حدش بيتعمل له حساب. عشان كده انا بكلمك، انا دايما بقول ان احنا لما نكسب نكسب قوي ونكسب كتير، وما فيش لعيب يوصل لنا. ما فيش يعني طول ما انت بتدافع كويس، انت كسبان 10 فبتدافع كانك 0-0، انت كسبان 10 فبتجيب جون كانك 0-0 عشان تجيب ال 11. ده صفه الانديه الكبيره. ولكن في الاخر مبروك الثلاث نقاط، مبروك علينا العلامه الكامله، وان شاء الله الكلام اللي انا بتكلمه ده ان شاء الله يعني المدرب تكون في دماغه الامر ويشوف فيديوهاته والحاجات دي كلها، لانه ما كانش طبيعي كم الهجمات بتاعت الاتحاد على النادي الاهلي الشوط الثاني، ومش من الطبيعي ان احنا نشوف الحاجات دي ونتغاضى عنها.